بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بحضور ثلة من الفنانين، نظمت الجماعة الحضرية لطنجة حفلا تكريميا لشخصيات نسائية رائدة. بطبيعة الحال هذا التكريم الذي خصتنا به الجماعة الحضرية لمدينة طنجة هو صراحة أنا أقول عن نفسي هو تكليف أكثر من تكريم، على اعتبار أن يعني المشوار العلمي والمهني طويل جدا، لكنه يظل يعني حافزا ويعني يعطينا إصرارا على الاستمرارية وعلى الرفع من مستوى البحث العلمي داخل الجامعة المغربية. كنحس بواحد الراحة كبيرة، لأن يعني مادام موجودين اللي كيقدرونا وحنا مرتاحين. والله العظيم أمسية كلها زهور وناس اللي كتقدر، وما دمنا كنحسوا هذا الإحساس هذا كنحس باللي اللي عملت واللي قدمت في سبيل الله والملك والوطن كله قليل. بزاف ديال السيدات كيكونوا كيخدموا كيعملوا المجهودات، وهذه واحد الطريقه مزيانه بزاف، كيكرموا السيدات باش يقدروا يكونوا مثال لسيدات اخرى، وهم زعما كيطلعوا لهم المعنويات باش يزيدوا في العمل. وهذه هو تقليد سنوي دأبت الجماعة الحضرية من خلاله على الاحتفاء والاعتراف بالمرأة نظير المجهودات التي تبذلها في مختلف المجالات.